عمل وفريق اعداد مجتهد جدا جدا علشان نوصل برضو لكل التفصيله وكل الكواليس علشان نرضي حضراتكم في موضوع كارتيرون. خليني اقول لكم ان كارتيرون يغادر مصر في تمام الساعه الثانيه صباحا، يعني بعد دقائق، متجها الى فرنسا. هذه المعلومه مؤكده، باتريس كارتيرون يطير في طائره تنطلق في تمام الساعه الثانيه صباحا، يعني بعد دقائق، متجهة من القاهرة إلى فرنسا، ومن بعدها سيكون على ما يبدو انطلاقة كارتيرون في مرحلته المقبلة، وبالتالي العودة أو الطيران مش على بلد من البلدان اللي احنا بنتكلم عليها، سواء كان الكلام اللي بيتقال انه ممكن يكون التعاون السعودي، او على الاقل في الفتره دي التعاون السعودي او الامارات او الصين، ايا من يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، هي من فرنسا. هو هيروح لفرنسا، ومن بعد فرنسا قد يكون تحركه، انما الاولى ان احنا نقول لحضراتكم المعلومه ان الراجل اتجه مباشره من بعد احداث اليوم الى فرنسا في تمام الساعه الثانيه، كمان دقائق هيبقى بيطير من مصر الى فرنسا.